أهلا بكم من جديد. أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون مجلس الأمن أن اجتماعات اللجنة الدستورية ستبدأ في جنيف في 30 من أكتوبر، وأن صلاحيات اللجنة تخول لها مراجعة الدستور الحالي أو تعديله أو وضع دستور جديد. وقال بيدرسون في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، قال إن أسماء أعضاء اللجنة سينشرون حين يوافق كل أعضائها على المشاركة في الاجتماعات التي ستجمع ممثلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني حول طاولة واحدة، مشددا أيضا على أهمية تشكيل اللجنة باعتبارها المرة الأولى التي يتوافق فيها الجانبان على البدء في تطبيق قرار مجلس الأمن 2254. أيضا عقد رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري مؤتمرا صحفيا في مقر الائتلاف السوري باسطنبول، ناقش فيه تطورات العملية السياسية واللجنة الدستورية. وقال الحريري إن اللجنة الدستورية هي انتصار للشعب السوري وليس للنظام. هل تعتقد أن اللجنة الدستورية انتصار للنظام أم انتصار للمعارضة؟ فأنا قلت إذا كانت اللجنة الدستورية انتصار فهي انتصار للشعب السوري، وأنا شخصيا بما أني سئلت على الهواء فراح أجاوب الشعب السوري على الهواء. أنا أعتقد أن اللجنة الدستورية كانت انتصار، لأنه ما كان يخطط للثورة السورية بعكس ذلك كان انتحار. روسيا يا جماعة بعد ما صارت الضربات على مناطق اللي بتسيطر عليها قوى الثورة والمعارضة، وعندما تمت محاولة فرض معايير جديدة للجنة الدستورية بعيدة عن الأمم المتحدة كانت تشبه المصالحات اللاوطنية القسرية التي فرضت على الأرض. وأضاف الحريري أن اللجنة الدستورية فرصة لبناء سياسي جديد في سوريا، وحذر في الوقت نفسه من مواصلة النظام السوري التملص من الالتزامات الدولية. كما أكد الحريري على فتح حوار مع المعارضين للجنة الدستورية، منبها إلى أن أي شكل من أشكال التطبيع مع النظام لن يكون مقبولا. فاليوم أي أصوات تخرج ضد هذا اللجنة، أولا طبيعي أن يكون في عندنا أجواء ديمقراطية، نحن عم نحارب من أجل الديمقراطية، طبيعي أن نفتح حوار مع هؤلاء الناس أن يسمعوا لنا وأن نسمع لهم ونطلع على الحقائق وليس على التحليلات أو ظن السوء أو البناء على فكرة المؤامرة أو إلى آخره. نحن وياهم متفقين على أنه عندما نرى أنه هاي الهواجس ستكون مفروضة على الشعب السوري أو يتم الذهاب إلى شكل من أشكال التطبيع مع النظام السوري أو تطويع الشعب السوري، هذه لن تكون مقبولة بالنسبة لأحد منا أبدا. للمزيد ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا نبيل أبي صعب. نبيل، نتابع معك تفاصيل أكثر حول كلمة بيدرسون أمام مجلس الأمن، وأيضا المزاج العام هناك في الأمم المتحدة، هل توجد يعني جهود أممية حقيقية فعلا للتوصل إلى حل في سوريا، ويبدأ هذا الحل ربما باللجنة الدستورية؟ صحيح، يعني هذا هو الانطباع العام خصوصا في جلسة مجلس الأمن التي انتهت قبل قليل. نلاحظ أن بيدرسون استعرض أولا الأطر أو القواعد الرئيسية لعمل اللجنة الدستورية أمام مجلس الأمن. قال إن أسماء أعضائها ستنشر بعد حصوله على موافقة كل الأعضاء على المشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق في 30 من أكتوبر. أيضا أوضح بيدرسون أن عمل هذه اللجنة وصلاحياتها تتضمن إما مراجعة الدستور القائم أو تعديل هذا الدستور أو وضع دستور جديد، وهذا عنصر مهم جدا في تحديد أفق عمل اللجنة بحيث لا تكون خاضعة لشروط مسبقة حول الصلاحيات التي يمكن أن تستخدمها أثناء عملها. أيضا أوضح أن مهمة الأمم المتحدة أو مكتبه هي تسهيل الاجتماعات، والتأكد من أن عمل اللجنة سيتم بملكية سورية. أشار أيضا بيدرسون إلى ضرورة وجود عناصر مواكبة لعمل اللجنة، أولا وقف القتال في كل سوريا، ولكن أيضا القيام بإجراءات بناء ثقة لا سيما ما يتعلق بإطلاق المعتقلين والمختطفين. واضح أن بيدرسون يركز جدا على مسألة تحقيق اختراق من هذا النوع
يتعلق بإطلاق أو معتقلين ومختطفين، ليس كل المختطفين طبعا أو المعتقلين، أشار تحديدا إلى النساء والأطفال، وأيضا قدم إلى مجلس الأمن تقديرا بأن هناك عشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين. نلاحظ في هذه الجلسة أيضا أنها ضمت كل الدول المعنية بالوضع في سوريا، أي أعضاء المجموعة الدولية المصغرة وأيضا ضامني أستانا. تحدث في الجلسة مندوبو إيران، مصر، الأردن، تركيا، وبالتالي نلاحظ أن هناك مظلة سياسية، والسعودية أيضا تحدثت في الجلسة، وبالتالي هناك مظلة سياسية لوضع كل الآراء على الطاولة. وهذه مقاربة بيدرسون من البداية، إذ أنه يشير دوما إلى ضرورة انخراط كل الدول المعنية بشكل مباشر بالوضع في سوريا في الانطلاقة الجديدة للعملية السياسية. نعم، مراسل العربي من نيويورك نبيل أبي صعب، شكرا لك.